السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هي أجمل تحية طيبة نهدي لكم أعزائي المشاهدين مشاهدي تلفزيون دولة الكويت والقناة الثالثة الرياضية منها تحديدا يوم رياضي آخر جديد نتواصل معكم ومن خلال برنامج واعدون، هذا البرنامج المهتم والمختص في حياة رياضي واعد من الجانب الشخصي وكذلك الرياضي، أسباب دخول إلى هذه الرياضة، كيفية دخول إلى هذه الرياضة، أهم الأسباب التي ساعدتها على نجاحها في هذه الرياضة وكذلك الداعمين لها في استمرارها في هذه الرياضة. مشاهدي الكرام نطلع في فاصل قصير وبعد الفاصل إن شاء الله بنكون مع أول ضيف رياضي واعد في حلقة اليوم من برنامج واعدون. السلام عليكم، أنا سعود الخارجي، عمري 12 وألعب كرة القدم. كرة القدم هي نفس لعبة تلعبها بالريل وتشوت وبين فريقين، لازم الفريق يقول على الثاني والفريق يقول على الثاني، اللي أعلى النتيجة الثانية، يعني إذا أنا قولت جولين والثاني الفريق الثاني قول جول، فريقي أنا فاز. بديت كرة القدم من كان عمر 8 واروح من اكاديمية لين اكاديمية ثانية ولين وصلت للحين. المراكز اللي كنت العبها اول شيء كنت ظهير ومهاجم، الحين صرت نص مهاجم. احب العب مع علي لان الكيمستري وياه عالي وباصات وايد زينة. مدربيني الله يحفظهم ان شاء الله لازم انه يدققون بالتمرينات، واللي ما يطبق التمرين عدل انه يكمل لين يطبقه عدل. كابتننا احنا اللي دربنا الكبار كابتن عدنان تقريبا اكثر من 3 تمارين، بس التمارين اللي وايد ناخذهم الباصات والشوت والضغط، واتمرن ساعه وبعدين ساعه نلعب فيها تقسيمه، واتمرن 3 ايام بالاسبوع. افضل مباراه مهمة مع علي وقولت فيها 4 اقوال وفتي ليش ما انساها. اسهل تمرين عندي هو تمرين الباصات، واصعب تمرين عندي تمرين الضغط. ودي ان شاء الله ادش نادي الكويت ان شاء الله، افضل نادي بالعالم، وان قاعد اطور نفسي انا. صار لي سنين العب هاللعبه ولعبي يطور كل يوم، وان اهم شيء انه يطلع اسمي بالاخبار. استفدت وايد اشياء، مثلا تعدل جسمي، مثلا انا مره هديت الكره يمكن شهرين ردت لياقتي بسرعه. نقطه ضعفي كانت المهارات، لما بديت الكره ما كنت اعرف شلون اعدي وكل هذا، بس الحين قمت اعرف وهذا صار من اكثر الاشياء اللي اعرفها. الرياضه اللي احبها بعد كره القدم هي السباحه، لان طول عمري اتسبح، وان من كنت ياهل كنت اتعلم شلون اسبح، ودشيت نادي مره واحده. اللاعبين اللي افضلهم اول شيء بالانديه الكويتيه بدر المطوع، وبالعالمي كريستيانو رونالدو. الفريق اللي اشجعه داخل الكويت نادي الكويت، وبرا الكويت اشجع مانشستر سيتي. الخطه اذا اللي ضدنا مع الكره نسوي مربع، واحب هذه لان راح توهق من كل الجوانب، يعني اذا حاول يكمل سيده اثنين يروحوا له، حاول يكمل يمين اثنين يروحوا له، فما عنده ولا مكان يروح له، وهذا احسن تكتيك لي. انا احب اتابع غارديولا لانه هو اللي سوى تيكي تاكا وانه يعلم الباصات وكل هذا، شلون اوازن بين دراستي والرياضه. اول شيء ان الرياضه مو كل يوم، فهذا الشيء زين، يعني الرياضة أحد ثلاثة وخميس، فعندي بينهم وقت أدرس. أكثر إصابة أنا شفتها إصابة الاي سي ال اللي هني، هذه الإصابة تقدر تسبب ما تلعب كرة طول عمرك، وإن شلون ما تيلك إن تحاول توخر لاعبين عن ركبك. إذا تبي تصير نفسي لاعب ناجح لازم تدش نادي أو أكاديمية، تحاول كثر ما عندك تمرن حتى بالبيت، مو لازم تمرن كرة، لازم تمرن على جسمك ولازم لياقتك ترد. أكثر ناس يشجعوني في وايد ناس،
بس اكثرهم يدي وامي الله يحفظهم ان شاء الله. شنو احتاج عشان اطور مستواي بهاللعبه؟ احتاج اروح النادي اكثر، اكثر صعوبه ما قدرت لا العب باصات ولا ان اعدي بينهم، فدشيت نوادي وتعلمت والحمد لله الحين اعرف كل شيء. المهاره المفضله لي كانت الربونه، اللي اقول حق الناس اللي بعمري اللي ما يلعبون رياضات ان حاول ترد لياقتك، مو بس نادي، مو بس نوادي كره وهذا، اكثر من شيء لازم ترد لياقتك وان اكلك منظم وكل شيء. السلام عليكم، انا اسمي عبد الله فوز رفيع العنزي. لعبتي كيوكشين كاي كاراتيه، عمري 12 سنه. بدايتي باللعبه قبل 4 سنوات وكنت ما اعرف شيء باللعبه، كنت استصعب اللعبه. مستوى الحزم يبدا من الابيض والبرتقالي اول والبرتقالي اثنين، وبعدها يجي الازرق اول والازرق اثنين، وبعدها اصفر اول اصفر اثنين، وبعدها اخضر اول اخضر اثنين، وبعدها بني اول بني اثنين، وبعدها دان اول دان اثنين دان ثلاث دان اربع دان خمس دان ست دان سبع دان ثمانية دان تسعة دان عشرة. ودان عشرة مو لنا بس المؤسسين اللعبة. شاركت في 3 بطولات وكلها ذهبية الحمد لله. أحب طريقة لعبة فارج الشمري لأنه هو مثل لعبي يعتبر، وما في فرق بيننا وبينه. اسم مدربي الكابتن مشاري الرملي، هو من وجهة نظري أحسن مدرب أشوفه. أتمرن 2 وأربعاء والسبت وساعة واحدة باليوم، واخذ تمرين فسخ وتسخين وفايتات. اسهل تمرين التسخين واصعب تمرين الفايتات. افضل فايت لعبته اول فايت في حياتي باللعبه، لان كنت اشوف نفسي يعني غير عن الناس. كان عندنا بطوله الكابتن يكثر الايام ويكثر الوقت عشان يشد علينا. طموح اني اصير كابتن او سامبي عبد الله فواز. نقطه الضعف اللي كانت عندي بهذا الرجل بس بعد الحمد لله راحت من تمرين الفسخ. الرياضه الثانيه اللي احب العبها بعد الكاراتيه اللي هي الام ام اي، لان هم لعبتين لعبتها وهي اول شيء كيوكشن بعد الام ام اي. قدوتي الكابتن سامبي مشاري رملي، علشان اكون ناجح بين الرياضه والدراسه لاني اقسم وقت اليوم بين الرياضه والدراسه. اكثر اصابه تحوش لاعب الكاراتيه هي الطقه هني بالرجل، وشلون احمي منها اسوي هالحركه. انا كلاعب كاراتيه احتاج التمارين مثل تمرين الفسخ والفايتات. وصلنا معكم مشاهدينا الى ختام حلقه اليوم برنامج واعدون. نتمنى ان تكون حلقه اليوم قد نالت على اعجابكم ورضاكم، كذلك نتمنى ان تتابعونا في حلقات جديده ومتجدده من برنامج واعدون. هذا برنامج المختص والمهتم في جميع فئات اللاعبين السنيه في مختلف الرياضات الفرديه والجماعيه في جميع انديه الكويت الرياضيه. الى ذلك الحين طبتم والى اللقاء.